خلونا نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وأهمها جامعة قناة السويس هتتيح الكشف لطلاب أو على الطلاب المستجدين من النهاردة والحد آخر شهر سبتمبر اللي جاي. كمان النهاردة هيبتدي التسجيل للرغبات للطلاب بجامعة الأزهر، غير أن في مباراة مهمة بين الأهلي والإسماعيلي، ودي المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة أول يوم للكشف الطبي للطلاب المستجدين بالإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس، وهيستمر لحد نهاية شهر سبتمبر اللي جاي. كمان النهاردة جامعة الأزهر هتتيح تسجيل الرغبات إلكترونياً للطلاب الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة، وهيستمر تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام. النهاردة هتبدأ شركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة استعداداً لموسم العمرة الجديد، واللي هتنطلق رحلات بداية من أول أكتوبر المقبل، وهيستمر توثيق عقود وكالة العمرة لمدة شهر. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 من عمر المسابقة، واللي هتجمع بين الأهلي والإسماعيلي الساعة 9 بالليل.